بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم أبنائنا طلاب الفرقة الأولى كلية الزراعة جامعة دمنهور. عشان بس حبايبنا اللي عندهم مشكلة في سؤال الرسمة ويتجاوب إزاي في سؤال الماتشنج، حبينا نعمل لهم فيديو سريع كده يوضح لهم الموضوع ده. أنا عارف إن بعض من حضراتكم بيقول يعني إنه موضوع إنه إزاي نجاوب الرسمة في سؤال الماتشنج ممكن يكون في لخبطة، فقلنا نوضح ده بالتفصيل. دي رسمة افتراضية للخلية النباتية، هتلاقي عليها بيانات كتير. مثلا على سبيل المثال كل بيان معاه سهم بيشاور على الحاجة المقصود بيها. أسئلة الرسم، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنشيل البيانات من على الرسمة وبنحط مكان البيانات أرقام، فهيجي لك رسمة عليها 5 بيانات زي ما حضراتكم شايفين كده. البيانات دي هنجاوبها منين؟ بنختارها من الجدول اللي فيه الاختيارات أو اللي فيه البيانات اللي هنختار منها. فلو قلنا مثلا البيان رقم 1 ده بيشاور على الفجوة العصرية، ده رقم 1 فجوة العصرية. هنروح على البيانات ندور، احنا عارفين ان هي الفجوه العصريه، هندور في البيانات دي على الفجوه العصريه، هتطلع رقم جي اللي هو اخر واحد. بنروح على الانسر شيت بتاعنا في سؤال الماتشنج قصاد رقم 1، واظلل الجي بالطريقه بتاعتنا اللي احنا عارفينها، اللي الدكتور رضا مشكور كتر خيره شرحها لنا بالتفصيل. التظليل داخل الدايره. هتروح على رقم 2، هتلاقي السهم بيشاور على الجدار الخلوي، امشي هنا ادور على الجدار الخلوي، هتطلع رقم ايه، اجي رايح على رقم 2 ومظلل قصادها رقم ايه في الانسر شيت. طبعا اظللها برضو بنفس الطريقه. اروح على رقم 3، ده بيشاور على الجزء اللي يعني شبه السائل اللي بيملى الخليه اللي هو السيتوبلازم. السيتوبلازم رقم سي، يبقى 3 هتبقى رقم سي. طبعا بنحاول ما نطلعش خارج ال بنحاول ان احنا ما نطلعش خارج ما نطلعش خارج ال ما نطلعش خارج الدايرة، فبنظلل ال 3 رقم سي. 4 جهاز جولجي، اوبس جهاز جولجي مش موجود في البيانات، دي غلطه من عندي في المثال اللي انا مجهزه. في الامتحان هنلاقي كل الاختيارات موجوده. رقم 5 النواه اللي هي رقم جي، هنيجي جايين على جي، هنلاقي انها رقم 5، هنظلل قصادها رقم جي. فين جي؟ اهي. رقم 3 زي ما كنا اتفقنا كانت هتبقى رقم 3 كانت هتبقى ال جهاز رقم 3 السيتوبلازم، وقلنا ان السيتوبلازم سي. وطبعا رقم 5 زي ما اتفقنا هي النواة وجهاز جولجي، وانا بحضر المثال نسيت احطه هنا، فما فيش مشكله يعني انتوا في الامتحان بتاعكم هتبقى كل البيانات موجوده عندك. حضرتك المطلوب منك انك تجاوب السؤال ده في جزء الماتشنج هنا. عندك مترقم من 1 لـ5، والاختيارات بناخدها من التيبل او من الجدول بتاعنا من A الى G. أتمنى طريقة إجابة السؤال تكون واضحة لحضراتكم. دعوتنا لحضراتكم بالتوفيق.